تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا. وقد أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة الدفع المكتسبة خلال الفترة الأخيرة للعلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا، مؤكدا التطلع للارتقاء بها لتشمل مختلف أوجه التعاون الممكنة، خاصة الصناعات الغذائية وصوامع القمح والموانئ والطاقة والسياحة، فضلا عن إقامة مشاريع استثمارية مشتركة. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الأوكراني أكد من جانبه الحرص على التنسيق والتشاور مع الرئيس السيسي في مختلف المجالات، مع تطلع لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في ظل الدور المحوري لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، كذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.